السلام عليكم خوش خوشاتي، مرحبا بكم في الفيديو هذا. جينا عند والدي لويز، عندهم الدار، كتعقلوا على الدار هذه. المهم بغي نهضر معكم على واحد القضيه على حساب واحد الطوموبيل هنايا كان خداها الاب ديال لويز، واحد الثمن اللي خيالي الصراحه. الى عقلتوا شحال هذه كان خدا واحد الطوموبيل، واحد الفورد، ما عرفتش من فورد كاع نسيت عليها. راكم حطيت لكم في واحد الفيديو شحال هذه كان خدا، تقريبا تقريبا واحد 7000 درهم حتى 6000 درهم باش كان خداها. ولكن هاد الطوموبيل هادي زوينه بزاف، غادي نوريها لكم دابا حاليا. حتى انا غادي نعاود لكم شنو الطوموبيل اللي غادي ناخذ ان شاء الله. هنا الحديد راه رخيص بزاف، راه يكتب لك كذاب، راه رخيص بزاف بزاف بزاف. ولكن هنا لا سيرونس هو اللي كيكون طالع بزاف في الثمن ديالو، وكيتخلص اغلبيه كيخلصوا كل شهر. المهم خليكم معنا دابا، غادي نمشيو نشوفوا الطوموبيل كي دايره. راه واحد الطوموبيل تبارك الله، عرفتي، يا سلام، عائليه كبيره. وانا من بعد غادي ناخذ وحده يعني تقريبا كبر منها شويه، غادي ناخذ ديال العائله اللي كنت انا كنت باغي نوريكم شحال هادي على واحد رونج روفر داكشي. الساعه ما بقيتش غادي ناخذ، انا غادي نشرح لكم، نمشي لبرا ونشرح لكم ان شاء الله. قلت لكم واحد الطوموبيل دابا زوينه غادي نوريها لكم. الاثمنه راه بزاف، تقدروا تدخلوها من الفيسبوك وتبدلوا لوكيشن ديالها وديروا مثلا الفيسبوك ماركت وغادي تشوفوا الحديد شحال داير تما. كتلقى مثلا الطوموبيله دايره تقريبا واحد 40000 ريال، 2000 درهم طوموبيله تاخذها مزيانه، 2000 درهم راه مزيانه بزاف. موديل ديالها تقريبا كيكون واحد 2004 2005، يعني راه بخيره بحال هكا، واحد 2000 درهم تقريبا حتى لواحد 6000 درهم راه مزيانين. بحال الطوموبيل اللي كان باع ديال هذا الاب ديال لويز، هذاك سوزوكي اللي كانت عنده الاولى، ماشي سوزوكي واقيله، قليل ما عقلتش. غنحط لكم التصويره، كانت عنده جيب كبيره، كان باع تقريبا بواحد 38000 ريال ولا ما عرفتش شحال، بحال هكا كان باع 135 باوند. دابا غادي نخرجوا ان شاء الله وغادي نشوفوها كاملين، خليكم معنا ان شاء الله. كيف كتشوفوا معنا الخوشة هي باقا جديدة، دابا ماشي جديدة بزاف وإنما باقي نقية، باغي نقول لكم يعني الجدودية راه قديمة هذه بزاف، راه موديل وقيلا 2005 هذه يمكن. ولكن راه باقي نقية مزيانة ما بيهاش. هنا الخوشة واحد القضية عندهم، هنا الحديد رخيص بزاف بزاف بزاف، واحد الدرجة ما كتصورش، يعني واحد الرخاء للصراحة رخيص بزاف. ولكن المشكل اللي عندهم هنا هو لا سيرونس، هنا باش تخلصوا كتخلصوا الشهر غالي بزاف، ولكن على حساب الموتور. بحال هادي 1.4 في الموتور ديالها اللي هو 1.4 لتر. المهم راه ما عارفين واحد البلان على هاد القضية ديال الموتور شحال كيعمر. وهذا اش باغي نقول لكم، على حساب كيبقى لا سيرونس على هاد القضية هادي. بحال مثلا الرونج روفر كنت باغي ناخذها، ما نكذبش عليكم، شحال من خطرة باغي ناخذها، شحال من خطرة يعني صافي واحد الوحده واحد البيضه صافي تاكت غادي ناخذها على بونت. كل ما لقيتش فيها واحد المشكل وفي الاخر ملي فكرت قلت ما غاديش ناخذها، من الاحسن ناخذ شي حاجه اللي ما احسن ورخيصه شويه. علاش؟ رونج راه رخاص هنايا، راه الحديد هنايا عندهم رخيص بزاف. ولكن ملي رجعت نفسي وقلبت هذاك رونج روفر اللي كنت غادي ناخذ واحد البيضه اللي عقلت عليها، حيت صافي لسه تفاهمت مع مولاها، وفي الاخر ملي مشينا ديناها لهذا درنا لها الفحص التقني ديالها، لقينا بان الطوموبيل خاسره منها واحد الفرانات باقي ما كيشدوش مزيان. وانا صافي ما قلت اللهم نشوف شي وحده مزيانه من الاحسن. ولكن ملي شفت هذيك الطوموبيل عندهم واحد السيت هنايا كيقولوا لي سميتو جو كومبير، شي حاجه بحال هكا بحال هكا واقيلا جو كومبير، كدير فيه غير البلاك ديال الطوموبيل كيعطوك شحال لا سيرونس تقدر تخلص، وكتعطيهم البيرمي ديالك والمسائل داكشي. لقيت غادي نولي نخلص تقريبا واحد 50000 ريال كل شهر، 50000 ريال هذه على سيرونس من غير الضريبه، 50000 ريال كل شهر، يعني راه بزاف. داكشي علاش قلت صافي نتفادى الرونج. كاينين قلت لكم اخوت كاين واحد الحديد اللي رخيص على حساب الموتور ديالو، الموتور ديالو طيح يعني غير واحد لتر بحال هكاك،
اللي هو كيكون لاسيرونس ديالو رخيص بزاف بزاف. هادي حنا دابا غاديين بها، راك شفتوا الثمن ديال هادي، غادي نقول لكم كاين اللي ما غاديش يصدق الثمن ديالو. بحال واحد طوموبيل كانت عنده شحال هادي، واحد جيب بحال الزرقاء كانت عنده كبيره تبارك الله، كان باعها ب 135 باوند اللي هي تقريبا واحد تقريبا شي 30000 ريال، ما كانوش 40000 ريال باش باعها. جيب الخوت واعره كبيره كانت باقا مزيانه، باعها ب 40000 ريال. راك قلت لكم شحال هادي، هذا الخوت خدا تقريبا بواحد شي 9000 درهم باش خداها. هادي 9000 درهم باش خداها الطوموبيل هادي، باقا مزيانه. انتما حنا غادي نبيعها، هادي مازوت ماشي ليسانس، مازوت زوينه بزاف. انا فكرت هذاك رونج روفر داكشي ما غاديش ناخذها، من الاحسن لحقاش ما اقتصادياش، زائد غادي تهلكني في لاسيرونس ديالها. راه تقريبا قلت لكم تكد وصلت ل 50000 ريال في لاسيرونس ديالها، وكاين اللي كشر عاوتاني، كاين اللي كشر في الثمن ديالها. قلت من الاحسن بلاش، ورخاص عرفتي رونج روفر حنا دايرين تقريبا 5 4 6 هادشي باش داير الاسبيع ديالهم، وكاين اللي دايره تقريبا حتى 3 مليون باش دايره رونج روفر. ولكن راه الضريبه هذيك لاسيرونس ديالها راه كتهلك الواحد، ما يقدرش عليها الواحد يشريها. داكشي علاش قلت انا ناخذ ان شاء الله واحد الطوموبيل كبيره مزيانه، بحال مثلا هذه اللي باغي ناخذ ان شاء الله، هذه اللي كتب عليكم سوزوكي فيتارا، هذه اللي ان شاء الله نقدر ناخذ. هذه فيها الموطور ديالها غير واحد 3، ولكن غاليه هي شويه، تقريبا وصلت تقريبا واحد 10 مليون، ولكن لاسيرونس ديالها رخيصه بزاف، ما كتجاوز واحد تقريبا واحد 600 درهم وكاك الشهر، يعني راه مزيانه. الا كانت 600 درهم وكاك الشهر راه مزيانه. هذا اللي باغي نقول لكم الخوت، نمشيو دابا نكملوا نخرجوا نوقفوا بعدا ونكملوا معكم الفيديو ان شاء الله. المهم الخوت رجعنا دابا للدار، صافي ضربنا الدورة شفناها بعدا مزيانه بزاف صراحه. وكيف قلت لكم انا راه غادي نشوف شي حاجه اللي قليله مثلا في الموطور ديالها، على حساب لاسيرونس انا راه ما كترحمش، غاليه بزاف وما نقدرش عليها. تخيلوا مع 50000 ريال كل شهر، ولا تقريبا واحد كذا 40000 ريال كل شهر، يلا ما حيلش مع الضريبه. انا اللي خلصها ديال الدار 44000 ريال ديال الضريبه كنخلصها كل شهر ديال الدار، هذه ديال الدار. هذا الشيء اللي كاين الخوت. غادي نشوف انا غير هذه هاد شي يقولوا لها اللي قلت لكم سوزوكي فيتارا، هادي شي اللي باغي نشوفها، اولا ام جي زد اس، هادو هما اللي باغي نشوف. هاد الجوج هادو كبار عائليين، هادو عجبوني مزيان، وحتى الموطور ديالهم صغير، الموطور ديالهم فيه واحد لتر، يعني راه مزيانه بالنسبه ليا، راه غادي تكون رخيصه بزاف. وهذا اللي كان الخوت، تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.